زي ما انت شايف كده بعد الانتهاء خلاص بيعمل ريستارت للجهاز بتاعنا، بعد كده بيعيد تشغيل الجهاز من جديد. كانت المشكلة بتظهر الأول، لكن دلوقتي المشكلة هتتحل معانا زي ما انت شايف كده. هلو everybody، اهلا بيكم يا جماعه. دلوقتي هشرح معاكم شرح اللي ازاي تقدر تحل المشكله اللي قدامك دي. ويندوز فيلد تو ستارت ريسنت هاردوير اور سوفت وير تشالنج مايت بي ذا كيوز تو فيكس ذا بروبلم، ومديك بعض التعليمات. الفكره كلها في عيب النسخه دي، هي النسخه اللي انت رافعها ال 7 او 10، ان هو بيقول لك تمبتنج تو لود اي 64 بت. عندك هنا ابلكيشن However, this CPU is not compatible with 64 bit mode. يعني هو مش متوافق مع النسخة ال 64 بت. لو انت عامل نسخة ال 64 حاول انك تضغط كده عندك هنا و Control Alt وتعمل هنا Delete، تمام؟ Control Alt Delete علشان يبدأ يعمل ريستارت معاك في النسخة بتاعتنا. وبعد كده بتخش على نظام البوت بتاعك، تضغط كده على F11 هنا لحد ما تروح عندك على نظام البوت. بعد كده بتختار النسخة بقى، سواء انت كنت رافعها عندك على اسطوانة او فلاشة. بعد كده بتضغط كده عليها وتستنى لحد ما تضغط كده انتر، تبدأ تعمل بوت. اضغط على انتر كتير وبعد كده بيخش معاك النسخة زي ما انت شايف بالشكل ده كده، وتستنى شوية لحد ما يتم فتح صفحة النسخة علشان نشوف حل المشكلة اللي قابلنا دي. هو كده شغال معانا، عمال بيعمل لودنج للويندوز. بعد كده انت بتختار بقى النسخة عندك بشكل طبيعي كده، بتختار الويندوز بتاعك. انا اختار عربيك ايجيبت، لو انت في خارج الولايات خارج مصر بتختار اللغه بتاعتك. اضغط انتر وانستول اللي هو انتر. بعد كده بقى بتستنى لحد ما يدخلنا على صفحه الاعدادات بتاعتنا. هنا بيقول لك نسخه اللي هي عندك هنا 86 بت وعندك هنا 64 بت. ما تختارش 64، لا اختار اللي فوقها اللي هو 86 بت. بعد كده بتضغط على اكسبت وبترجع تاني تضغط انتر. ترجع كده تضغط عندك على العلامة دي وبتبدأ تفرمط النسخة بتاعتك هنا، تفرمطها وترجع تاني كده تقول له اوكي. تستنى شوية لحد ما يتم فورمات النسخة اللي عليها الويندوز. بعد كده بتروح عندك على نيكست وبتضغط انتر وتستنى لحد ما يتم تنصيب النسخة عندك على الجهاز. وهنشوف مع بعض بعد ما يجي يوصل ل 99% او 100% هنشوف الجهاز هيعمل معانا ايه. بعد ما يجي كان بيقول لما يجي يوصل عند 99% بتحصل المشكله دي، بيظهر لنا الرساله اللي هي كانت ظاهره في الاول. زي ما انا قلت لك المشكله لان الجهاز اصلا ما فيش فيه الامكانيات انه يشتغل على نسخه 64 بت، بل هو امكانيات تكون صغيره بتشتغل على النسخه اللي هي 86 بت. طيب هنشوف كده مع بعض بعد ما نيجي يخلص كده، وانا هوقف معاكم الفيديو عشان انا ما اطولش عليك وقت الفيديو. هوقف الفيديو بعد ما يجي يحمل هرجع لك تاني. زي ما انت شايف كده بعد الانتهاء خلاص بيعمل ريستارت للجهاز بتاعنا، بعد كده بيعيد تشغيل الجهاز من جديد. كانت المشكله بتظهر الاول، لكن دلوقتي المشكله هتتحل معانا زي ما انت شايف كده. ادي قدامنا الشاشه بتفتح كده وعلى طول هيدخل معاك على النسخه زي ما انت شايف كده. وبقى احنا كده حلينا المشكله الاساسيه اللي كانت بتواجهنا مع تنصيب النسخه على الجهاز. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده. مع السلامه. I don't know the hell I'm doing.